وينضم إلينا من عمان السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق شرائم الحرب للحديث عن استمرار التغييب القسري ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق ومسؤولية القوات الحكومية والميليشيات عن هذه الجرائم. سيد عمر مرحبا بك معنا. أستاذ عمر تسمعنا؟ نعم أهلا بكم. بداية تحدثتم عن توثيق إخفاء أكثر من 75 ناشطا ومدنيا مؤخرا من ساحات التظاهر، وقلتم أن سراحهم لم يطلق حتى الآن. من المسؤول عن عمليات الإخفاء التي تجري في العراق في الآونة الأخيرة؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. المسؤولية تقع على عاتق القوات الحكومية والحكومة بحد ذاتها التي هي كانت حكومة عادل عبد المهدي ومن بعدها من هذه الحكومات. هذه القوات الحكومية والميليشيات مارست منذ انطلاق التظاهرات إلى الأسلوب التغييب القسري لهؤلاء الناشطين والمدنيين، وسجل المركز أكثر من 75 حالة إلى الآن لم يفرج عنهم، وأبرز هؤلاء هو علي جاسم الذي ناشدت المنظمات الدولية وناشد أهله لإطلاق سراحه، وإلى الآن الحكومة لم تقم بعملها كإنساني أولا ومن ثم قانوني في التحري ومعرفة مصير علي جاسم ورفاقه الذين يعني باتوا مغيبين في سرادب السجون السرية التي تتحكم فيها الميليشيات. هذه الجرائم هي جرائم خطيرة وكبيرة على المجتمع العراقي، حيث أن هذه الجرائم تمس المجتمع العراقي بأكمله ولا تمس عائلة علي جاسم أو المغيبين في هذه التظاهرات. وحقيقة أن هذه القوات يعني منذ عام 2003 وهي إلى الآن تمارس هذه الانتهاكات، لا سيما التغييب القسري والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون للمدنيين سواء كان في بغداد وبقية المحافظات، وهي منهج وسلوك تعتمد عليه هذه القوات في إسكات صوت الحق المنادي لتغيير العملية السياسية وإسقاطها، وهذه من الحقوق المشروعة التي كفلها القانون الدولي وكفلتها أيضا الدساتير المحلية. أستاذ عمر، ما مدى دقة الإحصائيات الحالية لأعداد المغيبين والمختطفين في البلاد؟ وما المانع لدى ذوي هؤلاء من الإفصاح عن اختطاف أبنائهم؟ للأسف يعني هناك الكثير من التخوفات من هؤلاء المدنيين في الإفصاح عن مختطفيهم والجهات التي خطفتهم، لأنهم يتعرضون إلى الابتزاز ويتعرضون إلى القتل، وقد وصلت إلى المركز العراقي الكثير من الحالات التي تبين أنهم مهددون بالقتل أو التهجير إذا ما أفصحوا عن هذه الانتهاكات والمطالبة بحقوقهم أو حتى إقامة دعوة في المراكز الحكومية. في ظل هذه التخوفات وهذه الابتزازات من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، العدد لا يزال غير معلوم لدينا ولدى المنظمات الدولية من معرفة مصير جميع المغيبين على يد هذه القوات الحكومية والميليشيات المرافقة لها. وهناك يعني مؤشرات كثيرة أيضا تقول أن من بعض المغيبين قد قتلوا يعني خارج القانون، وهذا أيضا جريمة مضاعفة تضاف إلى هذه القوات والميليشيات التي لم تراعي الأحكام الدولية ولا تراعي القوانين الداخلية في التعامل مع هذه القضايا. وهذا يعني في مجمله هو يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتطلب تدخلا امميا ويتطلب وقف اممي حيال هذه الانتهاكات الخطيره ووقفها فورا. ان الحكومه تدعي ان حريه الراي والتعبير مكفوله والتظاهر مكفوله للمواطن العراقي. السؤال عن الخطر الذي يشكله هؤلاء على الحكومه وعلى الميليشيات، لماذا تختطفهم وتخفيهم لشهور طويله؟ نعم، هذه هي الممارسات كما تحدثنا قبل قليل، هي ممارسات ممنهجة لدى هذه القوات، وهم بذلك يوصلون يعني حالة الرعب ويوصلون عدم الاستقرار في المجتمع العراقي، وأيضا على تسلطهم فوق القانون لهذه القرارات ولهذه
مجريات يعني الرأي العام وحرية الرأي وغيرها من الأمور التي كفلتها هذه الدساتير في مجمل طبيعة الأمور أن هذه القوات هي تواصل ضغطها على المجتمع حتى ترضخ للطغمة الحاكمة في بغداد والميليشيات واستمرار نفوذها تحت قوة السلاح والتهديد. وهذه هي الممارسات هي معروفة لدى الجميع بأنها ممارسات غير إنسانية وخارجة عن القانون. نعم، لجنة التظاهرات تحدثت عن أجندات إيرانية تقف وراء هذه الحوادث، إلى أي مدى لعبت إيران دورا في قمع التظاهرات؟ إيران لاعب أساسي وفعال في هذه الانتهاكات، وهي من تأمر هذه الميليشيات وهي من تحركها، وبالتالي فإن المسؤولية أيضا تقع على هذه الدولة بسبب أن هذه الميليشيات هي تدفع لها جملة وتفصيلا وتأتمر بإمرتها. وأيضا الكثير من الشواهد والتقارير تشير إلى وجود عناصر الباسيج وعناصر الحارس الثوري في قمع هذه التظاهرات ووجودهم في جنبا إلى جنب القوات الحكومية والميليشيات. إذا يعني إيران هي من تدير هذه الانتهاكات بشكل مكثف وقريب من ساحات التظاهر. نعم. طيب أخيرا أستاذ عمر، إلى أي مدى يمكن الوثوق بلجان التحقيق الحكومية للكشف عن مصير المختطفين؟ ولماذا لم تتدخل بعثة الأمم المتحدة بشكل حاسم في هذا الملف الحساس؟ هناك ضغوط على الأمم المتحدة بعدم التدخل، وهذه الضغوط تمثلت بتشكيل هذه اللجان الشكلية وهذه اللجان غير القانونية، بمعنى أنها يعني غير مهتمة أو مختصة بهذه الحالات، ولأنها أيضا تتبع للميليشيات والأحزاب الحاكمة. وبالتالي فإن عملية تشكيلها اللجان التحقيق هي عملية تمويه أو ذر الرماد في العيون المجتمع الدولي بأنها تقوم بهذه التحقيقات. ولكن نبهنا مرارا وتكرارا أن هذه اللجان هي لجان شكلية. نعم. هذه اللجان ليس لديها الموضوعية ولا الدقة ولا حتى العمل الدقيق في عملها في تقصي الحقائق وتثبيت الدلائل لدى الجنات وغيرهم. وبالتالي هذه اللجان هي لجان غير مؤهلة لأن تكون لجان قانونية في تتبع الحوادث والانتهاكات الخطيرة في العراق. ومن هنا نطالب أيضا الأمم المتحدة بأن تكون هناك لجان دولية في تقصي الحقائق والتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة وتقديم الجنات ومرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.